إلى الأبي التحلي بالجهوزية العالية لخوض غمار الاستحقاق التاريخي الكبير في الذكرى السنوية الثالثة للثورة، والتهيئ لتنفيذ خطوات كبيرة في العصيان المدني الشامل، خطوات لا بد من تنفيذها بشجاعة دون تردد، ولن يأخذنا في ذلك لومة لائم، فكيان العدو الخليفي لا يستحق البقاء ولا لدقيقة واحدة، وشعبنا البحراني الأبي يستحق نظاما سياسيا جديدا ينسجم مع فكره وثقافته ووعيه. أما ثقافة الفتح القبلية المزعومة فقد وضعها أبناء شعبنا تحت قلمي مبررا بذلك الف الدكتاتور عمدا في الوحل، وجاعلا اسمه ورسمه تحت الاقدام معلنا البراءة منه ومن جرائمه المنكرة، ماضيا للامام نحو اسقاط النظام وتقرير المصير.